الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا درس من دروس الدورة العلمية في المسجد الحرام بعنوان الشمائل المحمدية، وهو بعنوان فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، الذي أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا وهاديا إلى الله بإذنه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، صلوات الله وسلامه عليه، صلوات ربي وسلامه عليه. وقد أمرنا مولانا سبحانه وتعالى بالصلاة عليه، فقال عز من قائل سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال ابن كثير رحمه الله: المقصود من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر الله تعالى العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام: والمعنى أنه إذا كان الله وملائكته يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلوا أنتم عليه أيضا، فأنتم أحق بأن تصلوا عليه وتسلموا عليه تسليما، لما نالكم من بركة رسالته ويمني سفارته من خير وشرف في الدنيا والآخرة. ومعنى الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قال أبو العالية: صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وقال ابن عباس: يصلون أي يباركون. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الصلاة المأمور بها فيها أي في الآية المتقدمة، هي الطلب من الله ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته، وهي ثناء من الله تعالى عليه، وإظهار لفضله صلوات الله وسلامه عليه، ولشرفه، وإرادة تكريمه وتقريبه من الله عز وجل. هذه الصلاة لها فضل عظيم على المسلم، فمن صلى على الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه فهو على خير فيما هو عليه من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فأطال السجود، قال: أتاني جبريل، قال: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. رواه الحاكم وأحمد. وعن يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فقال: ما من عبد يصلي عليك
صلاة إلا صلى الله عليه بها 10. فيتبين من هذه النصوص الكريمة فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات، نسأل الله الكريم فضله. ومن فضل الصلاة وفضائلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله أجعل لك نصف دعائي. قال: يا رسول الله أجعل نصف دعائي لك؟ قال: إن شئت. قال: ألا أجعل ثلثي دعائي؟ قال: إن شئت. قال: ألا أجعل دعائي كله؟ قال: إذن يكفيك الله همك ويغفر ذنبك. رواه مسلم. ما هي مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك مواطن للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فمن ذلك بعد التشهد الأول في التشهد الأخير، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا نبي الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنا لم نسأله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه مسلم والترمذي والنسائي. فهذه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وهي ركن من أركان الصلاة كما قرر ذلك جمع من أهل العلم، ومنهم من قال هي واجب، ولكن القول الصحيح في هذه المسألة أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. ومعنى اللهم صل على محمد كما سلف، كما صليت على إبراهيم، هنا أمر بالصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإخبار من الله تعالى بما سبق من الصلاة على إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وليس معنى ذلك التشبيه، إنما معناها الإخبار. فمعنى اللهم صل على محمد أي أمر بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم، أي إخبار بما صلى الله تعالى به على إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. الموطن الثاني من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري وأحمد وأهل السنن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي
فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. فيشرع للعبد حين يسمع النداء ويفرغ المؤذن من الأذان ويفرغ المسلم من إجابة الدعاء وإجابة المؤذن، أيها الإخوة الكرام، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إلا أنه في الحيعلتين، أي حي على الصلاة وحي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي الصلاة، وفي قول المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، يقول أيضا: الصلاة خير من النوم. بعض الناس يزيد بقوله: صدقت وأحققت، وهذه كلمة لا أصل لها، زيادة لا أصل لها، إنما الأصل أن يقول المسلم كما يقول المؤذن، ثم يدعو لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالوسيلة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فهذا الدعاء يقال بعد الفراغ من الأذان وبعد فراغ المسلم من إجابة المؤذن، فمن قاله حلت له شفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نسأل الله الكريم أن يكرمنا وإياكم بشفاعته، ويتفضل علينا بمجاورته في الفردوس الأعلى من الجنة. الموطن الثالث عند الدخول للمسجد والخروج منه. فيشرع للمسلم عند الدخول للمسجد، أيا كان المسجد، سواء المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو أي مسجد في الأرض، فإنه يشرع له أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي حميد أو أبو أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. أي فليصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم وأبو داود وصححه الألباني. وعن عبد الله ابن حسن عن أمه فاطمة بنت حسين عن جدتها فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وزاد بعضهم: واعصمني من الشيطان. حديث صحيح رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. فيشرع للمسلم عند دخول المسجد وعند الخروج منه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء بالرحمة عند الدخول، ودعاء الله وسؤاله من فضله عند الخروج، وسؤاله أن يعصمه من الشيطان. الموطن الرابع عند في آخر القنوت. الموطن الرابع في آخر القنوت عن قتادة بن الحارث رضي الله رحمه الله أن أبا حليمة معاذ كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت، كان يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت. وهذا من المشروع لأنه يشرع في الدعاء في بدايته وفي نهايته أن يبدأ بالحمد لله
والثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله، وتمجيده سبحانه وتعالى بما هو أهله، ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويختم أيضا بحمد الله تعالى وبالصلاة على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الموطن الخامس من مواطن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، فإنه يشرع للإمام في خطبة الجمعة وفي خطبة العيدين وفي خطبة الاستسقاء الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد عن عون بن أبي جحيفة أن علي رضي الله عنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فهذا دليل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب كان أمرا مشهورا عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، في الخطب أي في خطب الجمعة وفي خطب العيدين وفي خطب الاستسقاء. ذكره ذلك رحمه الله في جلاء الأفهام. فيشرع للمسلم حتى وإن كان في بداية موعظة أو في بداية كلمة أو في بداية درس، فإنه يشرع له الصلاة بعد حمد الله والثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشرع له الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه يشرع له بعد حمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى، يشرع له الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموطن السادس من مواطن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، الإكثار من الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة، في يوم الجمعة وليلة الجمعة. فعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن عدا الترمذي وصححه الألباني. فهنا يشرع الإكثار من الصلاة على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة، في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة يشرع الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموطن السابع من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا والمروة، على الصفا على الصفا والمروة. فعن وهب بن الأجدع أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمكة وهو يخطب الناس قال: إذا قدم الرجل منكم حاجا فليطف بالبيت سبعا وليصلي عند المقام ركعتين، ثم ليبدأ بالصفا فيستقبل البيت فيكبر سبع تكبيرات بين كل تكبيرتين يحمد الله تعالى ويثني عليه ويصلي على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله تعالى لنفسه من خير الدنيا والآخرة. إذا وصل إلى الصفا
فإنه يستقبل القبلة ويكبر سبعا، ويكبر سبع تكبيرات بين كل تكبيرتين حمدا لله وثناء عليه وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله تعالى لنفسه. وعلى المروة مثل ذلك، وعلى المروة يفعل مثل ذلك. هذا الحديث، هذا الأثر صححه الإمام البيهقي، وصححه الألباني، وصححه الألباني. وهذا مما يغفل عنه كثير من الحجاج والمعتمرين إذا وقفوا على الصفا والمروة، فإنهم يكبرون ولا ربما يغفلون عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي أوصي به نفسي وإخواني ألا يغفلوا عن ذلك، وأن يأتوا بهذا تأسيا بما ذكره الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو ما ذكر ذلك إلا هو مستند لفعل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الموطن الثامن من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، ويشرع ذلك في التكبيرة الثانية، يشرع ذلك في التكبيرة الثانية من الصلاة على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا صلى الإمام على الجنازة فإنه يستفتح في الركعة الأولى، في التكبيرة الأولى، بفاتحة الكتاب، ثم في بعد التكبيرة الثانية يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيفية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو مشروع في التشهد الأخير: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الموطن التاسع لمواد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره صلوات الله وسلامه عليه، فإنه إذا ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم فعلى من سمعه أن يصلي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذكرت عنده فليصلي علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. رواه الإمام النسائي في سننه وغيره، وصححه الألباني. وهذا الأمر قال بعض أهل العلم إنه على الوجوب، إنه على الوجوب، أي أنه من ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم وجب على من سمعه أن يصلي عليه، ومنهم من قال على الاستحباب، ولكن الأحوط أن الإنسان يأخذ بالحكم الأول أنه على الوجوب، وأنه لا يترك الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم متى ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم عنده. الموطن العاشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، فإنه إذا جلس أحدنا في المجلس فيشرع له ألا يقوم منه إلا وقد ذكر الله سبحانه وتعالى وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من أن يقوم المرء أو المسلم من المجلس لم يذكر الله سبحانه وتعالى فيه، أو لم يصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك يكون حسرة عليهم، وأن ذلك يكون حسرة عليهم في يوم القيامة، كما ورد ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا فيه ربهم ولم يصلوا فيه على نبيهم إلا كان حسرة عليهم يوم القيامة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي والحاكم في مستدرك،
وصححه الألباني. الموضع 11 عند الدعاء، فعن موسى بن طلحة قال: سألت زيد بن خارجة قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا علي واجتهدوا في الدعاء. روى الحديث، أخرجه أحمد والنسائي وصححه الألباني. الموطن 12 في الصباح وفي المساء، في أذكار الصباح والمساء، فعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. الحديث بدرجة الحسن. رواه الطبراني وصححه الألباني. الموطن 12 الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان العبد. وهذا مما ينبغي أن ينتبه إليه، أن هذه المواطن التي ذكرناها مما يتأكد فيها الدعاء، وإلا فإن الأصل أن المسلم يشرع له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل أوقاته وفي كل أحواله وفي جميع أذكاره ومع ذكره لربه سبحانه وتعالى. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. حديث حسن، رواه أبو داود، وقال الألباني رحمه الله: إسناده حسن. هذه المواطن التي يذكر فيها، التي يصلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أسلفنا في ختام هذه المواطن، أعني أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في كل وقت وفي كل حين، وأنها ليست محصورة في أوقات معينة فقط، إنما ذلك مما يتأكد فيه في مواطن وأوقات. وإلا فإن الأصل الإكثار من صلاة الرسول، من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ليحصل له الخير بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله للرجل الذي قال: ألا أجعل دعائي كله لك؟ قال: إذن يكفيك الله همك ويغفر ذنبك. وفي لفظ: إذن يكفيك الله هم الدنيا والآخرة. رواه مسلم. والإنسان الذي لا يصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم قد حرم نفسه الخير الكثير، وبخاصة إذا ذكر عنده المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يذكر ولم يصلى عليه. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ورغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. رواه الترمذي. ففي هذا الحديث بيان لأن إلى التحذير من أن يذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم يغفل عن الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى رغم أنفه أي حصل له الذل والصغار. نسأل الله السلامة والعافية. وعن علي بن الحسين قال: أخبرني أبي عن جدي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم، فسيبلغني سلامكم وصلاتكم. رواه أبو داود وأحمد وحسنه الحافظ، وقال الألباني: صحيح بطرقه. فهذا أيضا دليل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حين وفي كل وقت، وفي ذلك أيضا
ما رواه عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام. رواه النسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وقال الألباني: إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. وفيما ورد من التحذير عن الغفلة عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند من ذكر عنده، عما ورد عن الحسن قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من البخل أن أذكر عنده فلا يصلي علي. رواه الترمذي وقال حسن غريب صحيح والحاكم، وقال الألباني مرسل صحيح يشهد له ما قبله. فهذا أيضا من التحذير عن الغفلة عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حال ذكره صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث الآخر عن محمد بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فلم يصلي علي خطئ طريق الجنة. رواه الجهضمي وقال الألباني: إسناده مرسل جيد. أيضا هذا من التحذير عن الغفلة عن ترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حال ذكره صلوات الله وسلامه عليه. والصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم لها فوائد ولها ثمرات وخيرات حاصلة بالصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه. ومن ثمرات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أولا امتثال أمر الله سبحانه وتعالى وموافقته سبحانه في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وموافقة ملائكته فيها. ثانيا حصول 10 صلوات من الله عز وجل على المصلي بالصلاة مرة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أنها سبب لشفاعته صلوات الله وسلامه عليه إذا قرنها بسؤال الوسيلة أو أفردها كما تقدم في حال الأذكار 10 في حال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء 10. الرابع أنها سبب لكفاية العبد ما أهمه كما في حديث زيد بن طلحة المتقدم: وسبب للمغفرة يكفيك همك ويغفر ذنبك. أنها سبب لكفاية العبد ما أهمه وأنها سبب لمغفرة ذنبه، نسأل الله الكريم من فضله. الخامس أنها سبب لدخول الجنة لأن تركها يخطئ طريق الجنة كما ورد في الحديث آنف الذكر. السادس أنها سبب لإبقاء الله سبحانه والثناء الحسن والبركة للمصلي، لأن المصلي طالب من الله أن يثني على رسوله ويكرمه ويشرفه ويبارك عليه وله وعلى آله، وهذا الدعاء مستجاب، فلا بد أن يحصل للمصلي نوع من ذلك الجزاء من جنس العمل. السابع أنها سبب لدوام محبة العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها، وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به، وهو دليل على أنه من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والمعاداة في الله والرضا والمعاداة في الله، وأنه سبب لتعلق العبد بربه سبحانه وتعالى وملازمته لذكره سبحانه وبحمده، وسبب لمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن أحب الشيء أدام ذكره، وسبب لزيادة محبته صلوات الله وسلامه عليه
كلما عرض اسم المصطفى صلى الله عليه وسلم على المسلم، وكفى بالعبد نبلا أن يذكر اسمه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من خيرات وثمرات الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا علم هذا أيها الإخوة الكرام، فإنه ينبغي لنا أن نحرص على ذكر الله عز وجل، وأن نعلم أن الخير كل الخير في المداومة على ذكره سبحانه، وفي المداومة على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر الله جل وعلا بالصلاة على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لأمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وفوزا ونيلا للخيرات والثمرات التي تتحقق بالمداومة على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لمن سعى إلى ذلك وبادر وأكثر وأشغل لسانه بذكر الله عز وجل وبالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله الكريم أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين له كثيرا، والمصلين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حين، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله تعالى أن يكرمنا وإياكم بفضله وبعفوه وبالفوز بالخيرات والثمرات التي تترتب على ذكره سبحانه وعلى الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه تعالى قريب مجيب. كما أسأله تعالى أن يكرمنا بشفاعة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا به صلوات الله وسلامه عليه في الفردوس الأعلى من الجنة، ويكرمنا بمجاورته، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.